السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، طريقة غسل الزنجلان. كتهنيكم من التنقية بزاف، وتمارين ديال التنقية، وبزاف البنات طلبوهم مني وأنا تبادلتهم معكم، إن شاء الله يعجبكم. هنا عندنا الزنجلان وعندنا باسينة كبيرة خوينا فيها الزنجلان وعمرناه بالماء، خلينا كيتصفى داكشي الفوق الخاوي، وكنهزوه بديك الشبيكة وكنلوحوه، تنبقاو نهزوه تاني ونلوحوه. كاين طريقة أخرى ديال الغسيل عاوتاني، كيبقاو هكا وكيشدو يصفيو، عاد من بعد كيبقاو ينقيو مكيحيدوش منو هاد هادشي. واستسمح على الإضاءة، هاني درتلو هكا، ونشد شتي البصح اللي كيكون فيه الماء كيبقى موص. صافي دابا نحبس، هنا يهبط الكامل ديرو الماء. باهو تاني نصفيه مرة أخرى، باهو 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 تاني نغسلوها. نحولي لأن عيد وحده راه لبسني، نخاف نهرقو كامل. نحاول عاوتاني حتى يولي الماء صافي، شوفت راه مزيان هدا. حتى تنقيهم من بعد نشمشو، نقيو من داكشي اللي وسخ دابا. فهمتي شي الما بدا كيصفى، شتي انا قبيله دابا نفس الطريقة عاوتاني. نتلهطو بزاف كيمشيو مع الماء، ولكن خصنا نصفيو. واو هاهو الماء كتشوفو كي بلا شي بحال قبيلة كنوسخ. دابا فهاد الحالة صافي باش غنصفيو الزنجلان ديالنا. ما أنا دابا شادة بيدي بوحدها، المهم غنقول لكم الطريقة حيت خصني بجوج يدين ما يمكنليش. الطريقه اللي كنا كنديرو كنهبطو داك الوسخ وكنصفيو وكنخليو مزيان هنا، دابا لا، دابا نهبطو كلشي بالماء بكلشي، لان باش نصفيوه في هاد الغربال نخليه يتسقطر مزيان وغنفرشو في واحد. المهم انتما معايا تبعو المراحل، انا دابا كنحاول معاكم هي بهاد الطريقه. كله بعد الهد بحال هكا، تخليوه يتسقط لما انا عندي غربل واحد.
نخليه دابا. المهم انا نكمل على هذه الطريقه ترجع لكم عاوتاني. انت ما بغيتي هذا الغربال ما يكفينيش، مشيت شفت هذا الغربال هذا بالسيارة راه يخرج لي كلشي، ولكن لقيت هذا التويب هذا واحد بحال الغربال رقيق، غنفرشو فيه. المهم غنفرشو وغنجي نكمل نوريكم كي الطريق. هانتوما البنات هادي هي الطريقة، هانتو دابا عاد ومن بعد نوريكم مراحل ان شاء الله. دابا ها هو خلينا هاو يتسقطر، خليو حتى يتسقطر مزيان وعاد نمشيو نديروه في شوف. هانتوما البنات طلعنا السطاح، درنا الطبيلة ديالنا، نشرنا يزير ودرنا فيه حتى الزنجلة ديالها متشمش. هاهو هذا هو طريقة الغسيل اللي كندير وكنوجده. هذه طريقتي ديال الزنجلان كي كنوجدو كي كنغسلو كي كنوجدو، المراحل اللي كيمر منها باش عاد كنديروه في الصفوف. يتشمش مزيان دابا، نبقاو نقيو ان شاء الله حتى يتشمس مزيان. درت تحت من واحد الكارطونه وعاد درت لي زيه، درت هاد الكرتونه وعاد درت لي زيه باش حتى الماء يشرب اللي فيه وينشف لنا دغيا. البنات ها هو الفيشلو ديالنا نشف، تقريبا 4 ساعات اللي تتفد عليه السطاح تتشمش ونشوفو الماء مزيان. من بعد ما تشمش لنا ونشوف، من بعد ان شاء الله نقيوه. يوم تحضيرات رمضان نتمنى يكونو دخلو علينا بالصحة والسلامة وطلعنا ان شاء الله. وعواشركم مبروكة، وما تنساونيش بلايك وتعليق الزوينة ديالكم واشتراك وتفعيل الجرس. سلام.